لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الوداد مستضيفه نادي مولودية سوجدة، وذلك في الجولة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية. ويحصل فريق الوداد المركز الأول ب62 نقطة، ويبحث عن نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي مولودية سوجدة، حيث يكفيه التعادل للتتويج بلقب الدوري المغربي هذا الموسم. في المقابل يتواجد نادي مولودية سوجدة في المركز 14 ب28 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة ضد فريق الوداد الرياضي. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين يوم الأربعاء القادم انطلاقا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، وذلك في الجولة 29 من البطولة الوطنية الاحترافية. للإشارة، المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة الرياضية المغربية بشكل حصري.